الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سلطان ولي سلمان، السيدة الدكتورة الفاضلة فاطمة الزهراء صالح رئيسة المجلس، السيد رئيس معهد الشرقة للتراث السيد عبد العزيز مسلم، السيد الدكتور مصطفى أبو معروف، السيد رئيس مختبر الصرف والإشكال التقنية السيد عبد الرحمن الغنيمي، السادة الدكاترة والأساتذة والباحثين، إخواني الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام أن تشارك في هذا المؤتمر الدولي الرابع والذي ينظمه مختبر السرد والأشكال الثقافية الآداب اللغة والمجتمع كشعار التراث والثقافة والمجال، التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان. أولاً أود أن أشكر كل القائمين والصاهرين والمنظمين لهذا المؤتمر الدولي رئاسة وعمادة وأساتذة وباحثين، وأخص بالذكر وأرحب بشكل خاص بضيوف هذا الملتقى الدولي العلمي المبارك وكل من ساهم فيه من قريب أو بعيد. مرة أخرى شكرا. بداية أود أن أذكر الحضور بمقتطف من الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الدورة 23 للجنة التراث العالمي سنة 99 و900 و1000. يقول حفظه الله: على أننا لا بد أن نؤكد مرة أخرى على ضرورة اعتماد رؤية ديناميكية بخصوص هذه الحماية، قوامها تراثنا في مشاريع التنمية وليس فقط تحنيطه في إطار رؤية تقديسية للماضي، وهو ما يستدعي أيضا ربط جسور قوية بين هذا الموروث الحضاري وبين إبداع الإنسان في زمن الحاضر، لأن تراث الغد هو ما نبتكره اليوم، فلا مناص إذن من جعل التراث فضاء مشتركا لحوار الحضارات وحوار الأجيال والأزمنة. انتهى نص رسالة المولية. يعتبر التراث من أسباب الحفاظ على الهوية الثقافية ومعرفة الماضي ومقارنته بالحاضر والنظر إلى المستقبل، فالحديث عن التراث هو الحديث عن التاريخ، والحديث عن التاريخ هو الحديث عن الإنسان صانع الأمجاد والحضارات. يعني هذا لا يمكن الحديث عن التراث بدون إنسان، وحينما نتكلم فإننا نتكلم عن التقاليد والعادات وعن الآثار وكل ما رسمته أمة ما عبر التاريخ. إنه الشاهد الدال على متى كانت وكيف كانت وكيف ستكون. نحن اليوم نقف على مخالفات الأجداد الذين تركوا لنا تراثا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن هذا التراث يعتبر ميلادا وصلنا عبر مر العصور والأزمان وما زال ماثلا في حياتنا متمثلا في القيم والعادات والمأكل والملبس وكل ما أنتجته عقول الأجيال السابقة. إن التراث بحاجة ماسة إلى الصون والحفاظ من الضياع وعدم تركه في الخزائن وفي عقول الشيوخ والمسنين، لأنه بمجرد موت واحد منهم تموت معه الحقيقة، أخذا بعين الاعتبار الانشغال الكبير الذي أصبح للجميع مع الثورة التكنولوجية الحديثة. لهذا يجب علينا إذن أن نأخذ كل ما سينفعنا في حاضرنا ونقوم باستغلاله حسب الزمان دون المساس بجوهريته،
أو تحريفه عن أصله، لنترك للأجيال القادمة ثقافة وتراثا مسندا من واقع الحياة ممزوجا بالقديم والجديد. وصدق من قال: من لا تراث له لا هوية له. أيها الحضور الكريم، يعتبر التراث الثقافي في جوهره بمثابة أساس الهوية للمجتمعات والأفراد، فهو يجسد الذاكرة الجماعية للشعب ويعكس قيمه وعاداته وأساليب حياته الفردية. ومن خلال نقل التراث الثقافي تحافظ المجتمعات على ارتباطها بجذورها، مما يعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن. إنها مرآة تعكس تطور المجتمعات على مر الزمن، وتظهر قدرة روحها الوطنية على التحمل. الحفاظ على الهوية الثقافية يعتبر أمراً حيوياً لاستمرارية الهوية الوطنية والمجتمعية. وختاماً، توصيات: يجب تشجيع التوعية حول التاريخ والتقاليد والقيم الثقافية. هذا يمكن أفراد المجتمع من فهم أصولهم وتعزيز وعيهم بتراثهم. دائماً نتكلم عن الحضارة، والحضارة هي التمسك بالهوية وبالأصل وبالأصالة. لا حضارة بدون تمسكنا بهويتنا وتقاليدنا وأصولنا. أعطي مثال بسيط. ثقافتنا في الضيوف اليوم، أصبح الكل يوم مظلفة، والتقاليد ديالنا وهويتنا هي الغسيل والطاس. أم أحسن تنور الضيف لغبو ولا تعطيه غسيل؟ خدمة الضيف مقدسة عند المغاربة خصوصا. الثقافة هذا يمكن أفراد المجتمع من فهم أصولهم وتعزيز وعيهم بتراثهم. ثانيا، اللغة هي جزء أساس من الهوية الثقافية المغربية. يجب دعم وتعزيز استخدام اليوم للغة الأصلية وتشجيع الأجيال الصاعدة على تعلمها. المحافظة على التقاليد. ثالثا، المحافظة على التقاليد والعادات من خلال ممارسات الفعاليات والاحتفالات التقليدية ونقل هذه التقاليد إلى الأجيال الصاعدة. رابعا، تبني التكنولوجيا بحذر، لأن تعلق الإنسان بكل ما هو جديد يجعله ينسلخ من هويته من حيث لا يدري. والمغاربة يقولون: جديد جدا والباقي لا تصرف فيه. سيدنا عمر بن الخطاب قال: اخشوشوا فإن الحضارة لا تدوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.